بسم الله والحمد لله ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى. أم يقولون افترى على الله كلمة؟ شوف تومه المسلم تو النبي عليه الصلاة والسلام معروف بالصدق والأمانة، بما أنه ما جاش بما يتعبوا أنفسهم المريضة لازم يتهموا. أش قال؟ افترى على الله كلمة، احنا نؤمن بربي وهذا جاء يكذب على ربي. قال القرآن، القرآن أعطاه لواحد من النصارى، كذب وهو مجنون وهو شاعر وهو كذاب وهو يفتري الافتراءات وينسبها إلى الله سبحانه وتعالى. أم يقولون افترى على الله كلمة فإن يشاء الله، أو كما شئت حب كلامهم يبطلوا. يقول ربي فإن يشاء الله يختم على قلبك، يعني ما عادش عندك دخول القرآن في جوفك، في قلبك السليم، قلبك المنور بالقرآن ومنور بالنبوة عليك صلاة الله وسلامه. يقول فإن يشاء الله يختم على قلبك، لأن الأمر مش في يد، الأمر أمر الله، أمر الله يقضي الله، كان جدي الله يرحمه ويوسع عليه، يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. أي ربي ينصر الباطل كان يذهبه، لا أثر له، لأن الله سبحانه وتعالى يمقت أهل الباطل ولا ليس لهم بقية من أعمالهم إلا النار. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. القرآن جاري يحق الحق بكلمات الله اللي هي يحويها القرآن. إنه عليم بذات الصدور، واعلم أن رب مطلقا عليم بما عندكم صدوركم يا بني أمية الكلاب. وكان من جملة ما فما في العرب نوع هذا النوع الرفيع القدر عليهم رضوان الله جميعا، كانوا في الطائف وقت جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعده ربي رحمة العالمين، جاء مش يقدم ربه كما هو نبي خاتم الأنبياء عليهم والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم. فكلاب الطائف أعطاه إذن لسفهائهم لأرض القوم في الزمان هذاك، وضربوا نبينا عليه الصلاة والسلام قبله العالي، ضربوه وشتموه وبصقوه ومجر العملية دي. للقوة كيف عامل بنو أمية آل البيت بعد شهادة سيدنا الحسين عليه رضوان الله والسلام على أهل الإسلام.